الوزير المحافظ محمد سلطان إلى المسرح لإلقاء كلمته بمناسبة الاحتفالية. احتفال العيد القومي لمدينة الإسكندرية. أشكر السيد مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، سيد اللواء عمرو الشبوكشي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كل رؤساء والسفراء، سيد قائد القوات البحرية، قائد المنطقة الشمالية. أنا بشكر كل الحضور، مش عايز أنسى حد. يوم متميز في تاريخ مدينة الإسكندرية 26 يوليو. وإحنا بنسعد إنه بنلتقي في هذا اليوم مع بعض السفراء والقلاسل ورجال الأعمال في مدينة الإسكندرية، لأن مدينة الإسكندرية من المدن المتفردة ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى العالم. مدينة متفردة في كل شيء، متفردة في تاريخها، في حضارتها، في معمارها، متفردة في أهلها، متفردة حتى في قيادتها. دائما الإسكندرية لها بصمة. هي احنا السنة دي الإسكندرية منذ فترة تقودها منظومة من العمل الجماعي متماسكة وجيدة جدا. هذه المنظومة عبارة عن فريق عمل بيجمع المحافظة مع القوات المسلحة المنطقة الشمالية، مع الرقابة الإدارية، مع مديرية الأمن، مع الأمن القومي، مع الأمن الوطني، مع المخابرات، مع حرس الحدود، مع شباب الرياضة، مع كل الجهات المختلفة، مع المكتبة، الثقافة، المسرح، الفنون، حتى رجال الأعمال، حتى المجتمع المدني.